فهنيئا لمن وفق لهذه الوظيفة وقام بها على وجه الإحسان، هنيئا له الوعد الكريم بالأجر العظيم من الرب الرحيم. فينبغي الإنسان يهتم بهذا ويعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان للرجال في الحضر والسفر، فقال إذا كنتم في سفر فحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متقاربين في العلم، وإلا الأصل أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أفقههم فيه، أحسنهم تلاوة وأجودهم وأفقههم فيه وأعملهم به. هذا هو القارئ الكتاب، ما هو بالقارئ الملحن المتكلف الذي يزيد في القرآن العظيم والذي يقرأ ويمرق من الدين مثل الخوارج المارقين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويخالفون القرآن ويتأولون على غير تأويله ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب شياطين في جثمان إنس، ما ينفعهم تلاوة القرآن هؤلاء. لكن مراد الأقرأ الأحسن تلاوة بوقار وسكينة، والأخشع والذي يجيد التلاوة ما يلحن في كلامنا لا بزيادة ولا بنقصان ولا بخفض منصوب ولا بنصب مخفوض ولا برفع منصوب ولا كذا، لا يخطئ في التلاوة يلقن الناس الخطأ. المقصود قال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا تعلموا على النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فكانوا متقاربين في العلم.